وماذا فعلت فيه؟ عندما تهيأ برهت وجنوده لدخول حي الحرم ولم تبقى إلا وثبة واحدة، ثم ينهار البيت وتتساقط الكعبة كسفا، إذ برك الفيل ولم يتحرك، ضربوا رأسه بالحديد، أدخلوا خشبة معوجة في جوفه حتى أدموا، أشعلوا النيران من حوله، فعلوا كل شيء، لكنه أبى أن يتزحزح وظل في مكانه. يا للعجب، سمعت أنهم عندما وجهوه إلى اليمن هرول عائدا، وعندما وجهوه إلى الشرق اندفع كأنه مشوق إلى حبيب هناك. وماذا فعل أبرهة؟ صاح فيهم: دعوا الفيل، دعوه، اندفعوا إلى الأمام، اهجموا على الكعبة، اهجموا على الكعبة، اهدموها، لا تدعوا فيها حجرا على حجر. لم أعد أفهم شيئا، ترى ما الذي يدور هناك عند البيت؟ لا أحد يدري. نفيل بن حبيب، تعال يا أخي. من أين جئت يا نفيل؟ من قلب المعمعة. وماذا يدور هناك؟ حدثنا بما رأيت. بدأت الأحداث بسحاب كثيف ثقيل أسود يسرع إلينا من ناحية البحر، فما كدنا نمعن النظر فيه حتى تبين لنا. ماذا تبين لكم؟ تكلم. لم يكن سحابا كذلك الذي نعرفه، لقد كان سحابا حيا يخفق بأجنحة. سحابا حيا يخفق بأجنحة؟ ماذا تقول يا نفيل؟ كان أسرابا من طير صغار لها مناقير الطير وأكف الكلاب، وما أندنت من الجيش حتى أخذت تحسب الجنود بحجارة تحملها في مناقيرها وأرجلها. وما حجم تلك الحجارة وما شكلها؟ تكلم يا نفيل. لم تبلغ دقة العدسة ولا حجم الحمصة، كأنها شيء بين بين، ولا تكاد تمس شيئا إلا وهشمته تهشيمة، ولا تمس رجلا إلا وألقته صريعة. لابد أنها حجارة من جهنم. وماذا فعل الجنود؟ لا أستطيع وصف خوفهم وظهرهم وتساقطهم بكل طريق. وكيف لم تصبك الطيور وقد كنت وسط المعمعة؟ لقد كانت للظالمين لا للمظلومين يا ذا نفر. لقد كانوا يصيحون في ضارعين أن أدلهم على الطريق إلى اليمن. وهل فعلت؟ أسرعت بالفرار. وهل أصابت الطيور أبرهة؟ نعم، وهو الآن في أسوأ حال. يا لإرادة السماء، كم كان عدد الجنود يا نفيل؟ 60,000 أو يزيد. كم بقي منهم؟ لا أدري تماما، ولكن معظمهم قد سرعته الطيور، وما بقي منهم يعاني من الإصابة في انتظار الموت. Oh!
أغيثوني أغيثوني، أدركوني. دعني أسقيه الدواء يا أبتي، فقد يخفف بعض ألمه. لن ينفعه شيء، إنه هالك لا محالة. صديق أبره، لقد افترى على نفسه وظلمها ظلما كبيرا. كيف يا أبتي؟ لقد فكر في هدم بيت الله في مكة، فدمره الله ودمر جيشه. كان يجب على أبرهة أن يتراجع حينما أحجم الفيل عن التقدم نحو الكعبة. لقد أفنى سلاحا جمعناه في سنين عديدة، وقضى على 60,000 من زهرة شبابنا وخيرة جنوننا. كثيرة يا مولاي من مرارة الحسرة والندم. لقد علمت أنه مريض يعاني أشد آلام المرض، وأن أجزاء جسمه تتساقط قليلا قليلا. لقد انفجر صدره عن قلبه انفجارا منذ أيام يا مولاي، وقد تركت اليمن بعد أن واريته التراب. الكعبة بيت له قداسته، والناس منذ قديم الزمن يعظمونها، وما كان لأبرهة أن ينافسها بذلك القليس الذي بناه أو يفكر في هدمها. الحق ما قلت يا مولاي، الحق ما قلت. وإني أستأذن بالسفر إلى مصر، فأوزع أموالي ثم أنقطع إلى العبادة وطاعة الله. ماذا؟ ألا تهتم بأهلك وبلدك وشركائك في التجارة بالبلاد الأخرى؟ لا، لن أهتم بهذا كله. لقد قررت الخروج من بهجة الحياة ولذاتها ومالها وغرورها لكي أتفرغ للتكفير عن ذلك الإثم الذي شاركت فيه. ما
وقعت في هذا الإثم، ولا بد أن أكفر عن ذنبي، لا بد. ولكن كيف؟ كيف يكون التكفير؟ رأيت زحاما حول الكعبة كزحام هذه الأيام. الناس في كل مكان فرحون مبتهجون، يملأهم الفخر ويزدهيهم النصر. النصر على الفيل وأصحابه. العرب في كل مكان تسامعوا بالآية الكبرى التي أظهرت كرامة هذا البيت ورفعت مكانة الذين يحومون حوله من قريش. نعم، لقد ازداد العرب حبا لقريش وإكراما. وأنا يا أبا طالب. 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 ما هذا يا أبا طالب؟ شراب العسل واللبن، أقدمه للناس احتفالا من كسار أبرهة وهزيمة جيشه المنكر. لك أيام توزع العسل واللبن على وفود الزائرين لبيت الله الحرام وهذه الدار. لا عجب يا ابن أمية، فمال أبيه عبد المطلب كحصى مكة. لو لم ينهزم أبرهة وجيشه لكنا الآن طعاما يهضم في بطون الطيور الجارحة والوحوش الضارية. هيا بنا يا ابن المغيرة. هيا بنا يا ميمون. فيما تفكر يا سيد مكة؟ لا شيء يا ابن أمية. دعني أساعدك. املأ الأقداع، والناس في الانتظار. املأ. ماذا تريد؟ ماذا تفعل أنت ببطنك؟ لقد قذفت إليها بعشرات الأقداح في الحرب. وما شأنك؟ ثم هي بطنك أم بطني؟ بطنك، ولكنني أشفق عليها من نهمك وجشعك. أطمئن، إنها سعيدة بهذا الشراب اللذيذ، ولو أنه مخمرا لساعدت به أكثر. كفى، دع الشراب للناس. أنا من الناس. إنهم ضيوف هنا. أنا من الضيوف. لا فائدة، أنت هكذا ولن تتغير أبدا أبدا. وما أسخفك يا أبا طالب؟
ماذا بك يا عبد المطلب؟ لا شيء يا ابن المغيرة. كيف لا شيء؟ وكيف لا يطريك النصر ولا يؤثر فيك الفخر؟ إنني مشغول مع نفسي. كيف هذا وقد انتصرنا هذا الانتصار الساحق وحطمنا طاغية الحبشة؟ لا، نحن لم ننتصر، بل انتصرنا يا سيد قريش، وجعلنا الطاغية يفر برجاله طالبا النجاة. لا يا ابن المغيرة، إنها قوة قاهرة، تلك التي أخرجت من البحر طيرا لم يرى الناس مثلها من قبل، وسلطتها على جيش لم يرى الناس مثله من قبل، وما هي إلا ساعة حتى انهزم الجيش وانحطم وأصبح كعصف مأكول، وسلم البيت من عادية المعتدي، وأمن من طغيان الطاغية. هذه القوة التي ظننت أنني استنقذت منها ولدي، اشتريته منها شراء، ومع ذلك مات ولدي بعد قليل. مات ولدي ولقد عرفت زوجته بعد أن ارتحل أنه قد حملها أمانة ما زالت تحملها، وعندما يجيء أمر الله ستؤدي هذه الأمانة. الله لم يوجد إلا ليودع هذه الأمانة عند زوجته، ومن يدري لعل آمنة لم توجد إلا لتؤدي هذه الأمانة إلى الناس. أبي، أبي، هل تعاني من شيء ألم بك؟ نعم أبا طالب، إنني متعب، خذني إلى البيت. هيا بنا. ماذا ده؟ لقد كان ينفجر قوة ونشاطا وحيوية، ولكن المرض يفاجئ الجميع. لو مات سوف أرث الكثير وأنطلق كما أحب وأهوى. اللعنة، اللعنة لك أيتها النفس الأمارة بالسوء. إنه أبي، أبي يا لئيمة. لقد نظرنا في أمر العرب وغيرهم من الأمم فلم نرى للعرب شيئا من خصال الخير، من أمر دين ولا دنيا، ولا حزم ولا قوة. أصلح الله الملك العظيم كسرى أنوشروان. ماذا تريد يا سعد؟ أما أمتك أيها الملك فقد أكرمها الله بولاية آبائك ثم بولايتك، وأما الأمم التي قارنت بها أمة العرب فما من واحدة منها يمكن أن تقارن بالعرب أو تقرن بهم إلا وكانت أمة العرب أفضل منها. لماذا يا سعد؟ بعزها ومنعتها وحسن وجوهها وسخائها وبأسها وحكمة ألسنتها وقوة عقولها وأنفتها ووفائها. أعز الله الملك وأرشده إرشادا. تكلم يا عقبة. إن من يبلو العرب يعرف قدرهم ويعرف أنهم كالجبال الرواسي عزا والنجوم الزواهر شرفا،
وهم إن تعرف لهم فضلهم يعزوك، وإن تستصرخهم لا يخذلوك. حسبك يا عقبة، فقد أبلغت وأحسنت. إننا أيها الملك، وإن كنا قد أحضرتنا المحبة وقربتنا الوفادة، فليس من حضرك بأفضل ممن غرب عنك، بل إنك لو قست رجلا منا لوجدت لنا أندادا كلهم إلى الفضل منسوب. لقد فهمت ما نطقتم به وتفننتم في قوله، ولكني آخذ على العرب أنهم ليس لهم وحدة تجمعهم أو كلمة تؤلف بينهم. مولاي الملك، ما وراءك أيها القائد؟ جيش أبرهة الأشرم قد أبيد عن آخره. بفعل فاعل من السماء يا مولاي. ماذا تقول؟ فاعل من السماء؟ طيور وحشية انقضت على الجيش فلم تبق على أحد. والعرب، ألم تصبهم هذه الطيور الوحشية؟ لا يا مولاي. ما رأيك يا مولاي في قوم تدافع السماء عنهم ويمنع الله أرضهم من الطغاة؟ خيرا مولاتي أم الحارث. خيرا عظيما جدا يا ثويبة، لقد وضعت آمنة غلاما كأنه البدر ليلة تمامي. بارك الله لكم فيه يا مولاتي. أسرعي أسرعي بإبلاغ الخبر للجميع. هيا أسرع. أمرك يا مولاتي. إلى أين يا بركة؟ إلى مولاي عبد المطلب لأبلغه بما رأيت وسمعت. أبلغيه أنه قد ولد له أجمل صبي وأروع صبي وأبرع صبي. أمرك يا سيدتي. ماذا حدث لعرشي؟ وما هذا أيضا؟ أذهب لأرى ماذا حدث. عجيب أمر هذا العرش، كيف تصدع هكذا وقد كان قويا متينا؟ مولاي، ماذا حدث؟ سقطت الشرفات يا مولاي. الشرفات؟ أجل، تهدمت وسقطت. هذا نذير شؤم لنا.
نذير شؤم. ظهر النجم. أي نجم تعني؟ نجم أحمد. أحمد، ألا تزال تصدق أنه سيظهر؟ لقد ظهر بالفعل، ظهر. انظروا إلى السماء، انظروا. دعك من هذه الخرافات يا رجل، وتعال معنا نعبد النار المقدسة إلهنا العظيم. لا، لن أعبد النار، لن أعبدها بعد أن ظهر نجم أحمد الذي سيخلص الناس من ضلالاتهم ويعود بهم إلى سواء السبيل. أبجوزي أنت؟ محال أن يكون على ديننا. لا تعجبا، لقد كنت مجوسيا مثلكما، أعبد النار وأقدسها، ثم عرفت الحق واتجهت إليه. إذن فأنت موسوي؟ لقد نزلت النصرانية بعد الموسوية. إذن فأنت نصراني؟ نعم نصراني. ينتظر أن يخرج من نصرانيته ويعتنق الدين الجديد الذي سيبعث به أحمد. عد إلى عقلك يا رجل، واترك ما جاء بالكتب القديمة. كل الأحداث تؤكد ما جاء بالكتب القديمة، وإني أنصحكما أن تتركا هذه النار وتستعدا للدين الجديد. لا، لن نترك النار أبدا. عجبا، لقد انطفأت النار، نارنا المقدسة. اشعلها يا أخي. ويلاه، النار لا تشتعل. ألقي علي المزيد من الزيت. لقد انطفأت النار. النار لا تملك أن تغضب أو ترضى، ولكنها إرادة الله. الله الذي خلق النار وسخرها لخدمة الإنسان، فعبدها الإنسان الجاهل أعمى البصير. العالم ينبض بالكراهية والفساد،
العالم على شفا السقوط في هاوية الفوضى، ولن ينقذه إلا الله الواحد الأحد. سيدي أبا لهب. صويبية، ما الذي جعلك تخرجين مع الفجر يا جارية؟ بشرى عظيمة يا مولاي. تكلمي، ماذا عندك؟ لا أتكلم حتى تعدني بما يوازي بشراي من الخير. تريدين مالا؟ أنا لا مال عندي، لقد أنفقت كل ما لدي من مال في الشراب واللعب. البشرى التي أحملها إليك لا يعادلها مال مهما كثر. الذهب؟ لقد أصبحت أكره الذهب منذ أن اتهمت بسرقة الغزالة الذهبية من الكعبة. أنا لا أريد مالا ولا ذهب. ماذا تريدين؟ أريد حريتي، أريد أن تعتقني. لك ذلك؟ تكلمي، ما هي البشرى؟ لقد ولدت آمنة غلاما كأنه البدر ليلة تمامي. يا جارية اذهبي فأنت حرة. ما أعظم البشرى التي جئتنا بها أيها الوليد. لقد حولني مولدك من جارية أسيرة في يد أقسى الناس وأغلظهم قلبا إلى إنسانة حرة لا سيد لها غير نفسها. إلى أين يا بركة؟ إلى مولاي عبد المطلب. لتحملي إليه خبر ولادة ابن أخي عبد الله. نعم يا سيدي. لقد علم. أسرعي أنت إلى البيت، فقد تحتاج إليك آمنة. لا بأس يا سيدي، ولو أنني كنت أريد أن أكون أول من يبلغه النبأ. يا أسرعي إلى آمنة، قد تحتاج إليك آمنة إذا أمن. يوم مبارك يا أبي. ماذا تريد؟ أريد عفوك ورضاك. لماذا؟ يوم مبارك كما قلت لك يا أبي، فقد عوضك الله عن أخي عبد الله بغلام عظيم. أحقا ولد لعبد الله ولد؟ أجل، وقد أردت أن أكون أول من يحمل الخبر السعيد إليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أخلفني عن ولدي الفقيد وترفق بي في مصابي وأرسل هذا الولد عزاء لي في محنتي. مبارك يا أبتي، وأرجو أن تعفو عن أخي أبي لهب حتى تعم الفرحة الجميع. لا بأس، قد عفوت عنك، على ألا تعود إلى حماقاتك مرة أخرى. سبعا وطاعة يا أبي. والآن فلنتوجه بوجوهنا إلى الكعبة ولنشكر الله ولنحمد فضله. هيا بنا نرى الوليد. أرجو أن تحمله معك إلى الكعبة لتطوف به. سأفعل يا ولدي.
هنئيني يا مولاتي، هنئيني. أهنئك أم أهنئ نفسي؟ هنئي نفسك بالوليد وهنئيني بالحرية، لقد أصبحت سيدة لا عبدة. كيف؟ أعتقني أبو لهب عندما أخبرته بمولد ابن عبد الله. أحقا ما تقولين يا ثويبة؟ أجل يا سيدتي أجل. هذا أول عمل طيب يقوم به أبو لهب في حياتي. نعم يا سيدتي نعم. سيدتك كيف وقد أصبحت حرة؟ صبرا يا سيدتي، لابد أن تمر فترة من الزمن لأتدرب على الحرية وأنسى العبودية. ولدي، أريد أن أرى ولدي. أين ولدي؟ تعال تعال ندخل إليه. أعطاك مولاك عبد المطلب عندما نقلت إليه خبر وصول حفيده؟ لم أسعد بنقل الخبر إليه، ولهذا لم أحصل على شيء. أطلبي منه أن يفك رقبتك ويمنحك الحرية. لماذا؟ سؤال غريب، ألست عبدة تطوق إلى التحرر؟ أنا لم أشعر يوما بأني عبدة في يد هؤلاء القوم، لقد وجدت معهم منذ الصغر ولا أعرف لي أهلا سواهم. ثم إني لا أطمع في غير الحياة معهم، سعادتي أن أكون بجوارهم. إلى أين؟ إلى البيت الحرام لننحر ذبائح كما أمر أبي، ثم لنطعم أهل مكة وسباع الطير ووحوش الفلا. لا تنسوا نصيبا. اطمئني يا بركة، إذا نسينا الناس جميعا لن ننسى هذا البيت. تعالي معنا يا سويبة لتنقلي بعض اللحم إلى دارنا. هيا. أمرك أيها السيد. لكأنه النور يا سمراء. لكأنه النور. لكأنه النور. لقد رأينا عجبا حين وضعت وليدها يا أبا الحارث. كيف يا سمراء؟ كيف؟ رأينا كأن شهابا بعث منها، فملأ الأرض من حولها نورا يبهر الأبصار. ثم رأينا ولدها قد مس الأرض يتقيها بيديه، رافعا رأسه إلى السماء، محدقا ببصره إليها، كأنما يلتمس عندها شيئا. ثم ماذا يا سمراء؟ ثم ماذا؟ ثم أسرعنا إليها لنؤدي لها ما تحتاج إليه الأم حين تمنح الحياة، وما يحتاج إليه الوليد حين يستقبل الحياة، فإذا بهما لا يحتاجان إلى شيء. ما أسعدني بهذا الوليد.
هل فكرت في اختيار اسم له؟ لا يا سمراء، لم أفكر بعد في تسميته. لماذا لا تسميه عبد الله تخليدا لذكر أبي؟ لا تسموه هذا ولا ذاك، لقد سمعت مولاتي آمنة وهي توشك على الوضع هاتفا يقول: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، وقد أمرها الهاتف أن تسميه محمدا. إذن فهو محمد وهو أحمد، وسيكون محمودا في السماء وفي الأرض، وسوف يكون له شأن عظيم هنا وهناك. هكذا بشرت به قبل أن تكتحل عيناي بنور وجهه المتلألئ. ما كنت أعلم أن لليل أسرارا ليست للنهار، وما كنت أعلم أن للصحراء أنباء ليست للمدن، وأن في الهواء أرواحا تتناجى وتتجاذب الحديث. ماذا تعني يا أخي؟ جنني الليل بين الطائف ومكة، إذ سمعت غمغمة تصل إلي من بعيد ثم تعلو وتقترب، فنظرت حولي فلم أجد أحدا. ومتى كان هذا؟ أمس قبيل الفجر بقليل، وكان القمر مشرقا والسماء متألقة النجوم، ومطيتي تندفع بي في هدوء وخفة. وهل تبينت هذه الأصوات عندما اقتربت منك؟ نعم، كان أحدها يقول: انظروا إلى السماء فما أرى أنها كعهدنا بها. حقا، إن نجومها تتلألأ في قوة، وإنها لتستبق في سرعة، حتى أن نارها لتوشك أن تحرقنا. إن للغيب لعجبا، وإن في السماء لحدثا، وإن الزمان لا يستدير، وإن لا ندري أشرا أريد بالناس أم خيرا. ألم تعرف لمن هذه الأصوات أو ترى أصحابها؟ لا، ولكنني سمعت أصواتا أخرى تؤكد أن إيوان كسرى قد مادت به الأرض، وأن نار المجوس قد خبت فجأة، وأن بحيرة ساوة قد جفت. لقد أخذك النوم يا رجل، وعبثت بك الأحلام. لقد مر بجماعة من الجن كانوا يسمرون. صدقوني يا قوم، أنا لم أكن أحلم، لقد كنت في يقظة تامة وانتباه كامل. انتظر يا سيد قريش، انتظر. ماذا تريد؟ هل ولد فيكم الليلة مولود؟ نعم، ولد لعبد الله غلام. دعني أراه أرجوك. ما لك أنت وماله؟ إذا كان هو الذي أعرف علاماته فقد ذابت النبوة عن بني إسرائيل وفزتم بها يا معشر قريش.
والله لا يستوان بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق إلى المغرب. هذا والله مصداق ما رويت لكم. لقد كانت الليلة فريدة في نوعها، لأن هذا النبي قد ولد فيها. يا أبا الحارث، ها أنا ذا قد عدت يا أبا الحارث. ولماذا عدت؟ لقد وعدتك أن لا أخرج من صومعتي قبل أن يولد نبي هذه الأمة، وقد ولد. وما لك أنت أيضا وما لك؟ حفيدك في خطر، اليهود لن يدعوه ينشأ في سلام. كيف؟ سيحاولون الفك به، فاحرص عليه حرصك على مقلتيك، بل حرصك على حياتك. وهل ينجحون في القضاء علي؟ لقد حذرتك وكفى.